مقام التوبة، مقام الخوف، مقام الرجاء، مقام الصبر، مقام الشكر. هذه 5 مقامات ربما نتعرض لها في هذه الدروس. ثم هناك مقامات أخرى، وهي مقام الزهد، ومقام الورع، ومقام التوكل، ومقام الرضا، كما قال الإمام الحداد: مقاماته 9 عليك بحفظها وإحكامها، وابدأ بتصحيح توبتي. هذه مقامات اليقين. قبل أن نشرح هذه الأحاديث، الأول لابد أن نتعرف على هذه المقامات. ولماذا سميت بمقامات؟ لأن الإنسان إذا أقام نفسه في طاعة ربه، أقامه الله تعالى في الاصطفاء والاختيار، أقام نفسه في طاعة ربه. والذين جاهدوا فينا، أقام نفسه في طاعة ربه، يقيمه الله تعالى في مقام التمكين، وهي مقامات اليقين. مقامات اليقين 9 هذه التي ذكرناها، وأضاف بعضهم إليها المحبة أنها مقام 10، ولكن جعلها بعضهم المحبة شرط. محبة شرط في مقام التوبة، محبة شرط في مقام الزهد، محبة شرط في مقام الورع، محبة شرط في مقام الخوف، مقام الرجاء، مقام الصبر، مقام التوكل، مقام الشكر، مقام الرضا. جعلها شرط في من شروط صحة هذه المقامات، لأن الله تعالى خلقنا محبة منه وشرع لنا محبة منه، لأنه غني عن تكليفنا، غني عن إتعابنا، إنما شرع لنا هذه الأعمال لتكون وصلة في محبته والتعلق به، التعلق بنبيه. فالأمر يرجع كله إلى هذه المحبة.